في بعض الملفات وبهذه الصورة وبهذا التصريح الكبير وبغير ذلك مما تفضلت بالحديث عنه وتفضل الضيوف بالحديث عنه، هل يؤكد أن الكنيسة المصرية تتعرض أو يعني تأخذ مقابل ذلك امتيازات معينة، تأخذ مقابل ذلك منح معينة لها دون غيرها، وما هي؟ هذه متاجرة رخيصة في وقت عصيب وصعب، حيث يلجأ البعض سواء من الداخل المصري أو من الإقليم أو من الوضع الدولي للجوء لهذه السلطة المستبدة فاقدة الشرعية لكي يأخذ منها امتيازات، لأنه يعلم أن عبد الفتاح السيسي يعني الباحث عن شرعية زائفة واللاهث وراء هذه الشرعية هو عنده استعداد أن يتنازل للدنيا كلها من أجل أن يحوز هذه الشرعية. فلذلك نحن نجد يعني وقد تكون هذه الفيديوهات يعني مسربة عن قصد، يعني أراد هذا القسيس أن يقول للعالم كله أن السيسي لم يعد أحد يحبه أو يؤيده أو ينزل له طواعية، وأصبح الأمر يعني هو الآن يبوس على أيدينا يعني كمسيحيين أو كقساوسة لكي نحشد له البعض لكي يظهر أن هناك أو ما يزال البعض يؤيدون السيسي أو ينزلون لاستقبال السيسي، وفي هذا مذلة وإشارة هائلة للإهانة أكثر من كونها إشارة للاستقبال والترحيب وغير ذلك. وأيضا لكي يقول للسيسي بينما امتنع الشعب كله أو كل من في المهجر أن ينزلوا لك، نحن أيدناك، نحن الذين سترناك مقابل ماذا، ونحن الذين نزلنا لك، لكي يعني يؤخذ امتيازات لا أقول لصالح إخواننا المسيحيين فعبد لصالح الكنيسة المصرية بشكل، إنما لكي يعطي قلة قليلة فاسدة يعني رمت نفسها في أحضان الانقلاب وفي أحضان هذه السلطة الزائفة. لكي يعطيهم ماذا مثلا يعني ما هي نوعية هذه الامتيازات؟ لا أستطيع أن يعني أن أفصل بشكل دقيق الآن، ولكن هناك أطماع في مساحات هائلة من الأديرة، مساحات هائلة من الإمكانيات والثروات والإمكانيات، يعني كله البحث وراء السلطة أو الثروة. يعني لا أريد أن أتكلم عن برنارد لويس والتآمر لتقسيم مصر إلى عدة دول، من هذه الدول أن تكون هناك دولة للمسيحيين أو للأقباط، فهل يفكر البعض في ذلك في لحظة الضعف المصرية بينما عبد الفتاح السيسي يعطي بالجملة والقطاعي، تنازل عن الجزر، تنازل عن نهر النيل، عن حقول المتوسط، هل يطمع الآن البعض في أن يقولوا طالما أن مصر تقسم فلنأخذ حصتنا أو نأخذ يعني من هذا العملية الأوكزيون الكبير في التقسيم والتوزيع، فلنحظى بحصتنا في هذا التوقيت الضعيف، في رئيس متخاذل ضعيف خائن لا يعني يبالي بأن يفرط في أرض مصر أو في كل أجزاء مصر أو في سيادة مصر على أي جزء من أرض